وفي كافة هذه التساؤلات المملكة العربية السعودية تقدم كافة الخدمات بشكل قوي جدا، وتحرص على أن يكون دائما ضيوف الرحمن براحة تامة. نعم، أولا دعيني أقول بأن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ هذه البلاد، وأيضا هيأ لها كل أسباب المنعة والأمان والعزة والرفعة، وجعلها أرضا مقدسة تهوي إليها الأفئدة والأنظار من جميع أقطار العالم كله. ولذلك أنا في اعتقادي هناك أستاذ ناهد ما يسمى بالاستراتيجيات، وهناك أيضا ما يسمى بالعقول المدبرة لمثل هذه الأحداث. المملكة العربية السعودية رزقها الله، وليس هذا مجاملة أو رياء أو نفاقا، رزقها الله بقادة ميامين على مستوى عال جدا من الحكمة ومن أيضا العقل والإدارة الرشيدة في كافة الأمور. ولو يعني تبصرت جليا في سياسة المملكة العربية السعودية في التعامل مع الأحداث من حولها تجدينها سياسة متوازنة، سواء على الشق السياسي، الشق الاقتصادي، الشق الإعلامي، أيضا في مسألة إدارة الأحداث ومواجهة العالم الآخر. ولذلك المملكة أيضا بحسب رؤيتها أصبحت الآن من دول القمم بالأرقام وبالإحصائيات، الآن هي أيضا في قمة الدول العشرين، واستضافت أيضا القمة قبل ذلك. المملكة أيضا استثمرت العقول السعودية والجهود السعودية في شبابها وفي بناتها، وأيضا كافة العقول أيضا الإسلامية من أجل خلق نظريات متجددة في علم الإدارة ومفهوم الإدارة، وبالتالي التعامل مع الحدث وجعله حدثا عالميا يمتاز بهذا الحجم الكبير من الاهتمام. لاحظي، نتحدث عن اهتمام أمني في القطاعات الأمنية، وزارة الداخلية تقوم بدور فعال وكبير في هذا الاتجاه، بل إنها تكاد تكون تتحرك بكامل طواقمها الأمنية إلى المشاعر المقدسة. كذلك وزارة الصحة، كذلك وزارة الإعلام، كذلك القطاعات الإعلامية، بالإضافة إلى الجهات وأيضا المؤسسات المدنية الأخرى.